وين وصلنا آخر شيء؟ حلينا صفحة 35 لحد تحت، خلصنا الانت التاني. تمام، قرأنا هذا النص. احنا بالصفحة 42. 42. تمام، رح ابعت لكم حل هدول، حل موجود يعني، ان شاء الله ابعت لكم اياه، هيك يكون حله حاضر يعني جاهز، فببعت لكم اياه على الواتس ان شاء الله. كان عندكم وظيفة في الصفحة 42؟ لا، صفحة 42 حليناها. حليناها. حليناها وجاهم كلها 42. تمام، معناه ما عندنا وظائف. عندنا 44 وخمسة وأربعين. 44 و45. تمام، هذا ال تابع ايش القاعدة في البي بي سي. سبعة أخذت فان دان. أخذناها. أي أغيته وزاكتاش ما ضرمو فكرت ما ناخذينها. أعطيتكم هاي وظيفة تحلوها صح؟ رقم 60. يعني وصلت هون ما حليته أعتقد. تمام محمد، فيك تبلش. تمام، هركس هيك شملار اليوروم. ما بيفهموا عربي يا محمد، تركي أبدا. تمام، كله عربي. يسعد مساكم جميع. يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، شرفتك. الله يكرمك، الله يكرمكم يا رب. هلا إن شاء الله بدنا نحل الوظيفة سوا مشان يعني تفهموا القاعدة أكثر. هلا التمرين السادس. أشهدك بوشتوك لري زاك لاشما درمو إكي دان إلى تمام لا يلم. يعني بدنا نحط في الفراغ المناسب دان أو دين. أنسى بس بالله أنت طالعيهم في الدور بالله بعد إذنك، دور مبين عندك يعني. إيش تساوي؟ يعني طالعيهم في الدور، أنا الأسماء ما بعرفها أنسى. تمام، مو طالع عندك الأسماء أنت اختار. تمام. ماريا صلاح الأول. حل الأول بالله. Bugün romantik filmlerden hoşlanıyor. Tamam. Den. Tamam. Hele tane? Haniye. Haniye. Hayır. La la. Haniye. Şu isim valla ama. Evet. تفضلي أنت الكريمة. ثاني بالله. أني بن. أنيم. أنيم بن. بان. بان. دان. تمام. محمد ترجم لهم الأحرف الكلمات كمان. تمام أنسى. تمام. annem benden yardım istiyor. شو معنى هاي الجملة؟ annem benden yardım istiyor يعني أمي طلبت مني المساعدة، مني benden فصارت مني. تمام. ها مختار اسم ثاني. تمام. ولا Evet. Bankadan para çekiyorum. Tamam. Hel. Bankadan. Tamam. Ana, bankadan.
تمام، آفرين. حسن. Evet, Almanya'dan geliyorum. تمام. أتيت من ألمانيا. أو جيت، أنا جاي هلأ من ألمانيا. geliyorum الآن. يعني آتي. شمدكي زمان. تمام. أنا جاي من ألمانيا. تمام. بدر. بدر. ne zaman okula okuldan çıkıyoruz? Hayır. Ne zaman? Tamam. Yani okuldan. Tamam. Çıkıyorsun. Tamam. Yani emet تطلع ايمت تطلع من المدرسة؟ أي وقت تخرج من المدرسة؟ تمام، عفوا. تمام، هلا السؤال اللي بعده، هانجي سيدورو إشارة ليلم. هذا السؤال في ثلاث أجوبة في النص، أخذ الأ والت والتان. تمام، إحنا بدنا نشوف شو المناسب ونسويه. محمد، Evet, حل الأول أستاذ محمد، تفضل. غولا غولا ملس غولاي غولاي غولا ملش ملشا صح؟ ميليسا 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 تن كتاب فيريور. تمام، شو الجواب، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ ماليسا ماليستا ماليستان. أتوقع ماليستان صح؟ لا، هلا هي يعني فيريور بدها تعطي، هي عم تعطي عم تعطي عم تعطي الكتاب، فبتعطي إلها يعني ماليسا. تمام، ماليسا ماليسا. تمام تمام. بنرجع ماريا. Evet. Polis sokakta sokaktan duruyor. Tamam. Şu cevap. Sokakta. Aferin. Mana cümle şu sar. Sokakta duruyor yani. الشرطي يقف في الشارع. دوريور يقف. في الشارع. في الشارع. سوكاكتا. هانيا. ايفت. بين. 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 بين ديل. بين. بين. بو. صباح. ايفي. Evden geç çıkıyorum. Tamam. Şu? Evde. La. هي yani çıkıyorum طلعت. Tamam. Geç evden. طلعت من البيت. Tamam. إفدان. إفدان لأنه من المنزل. تمام، إفدان في المنزل، فهي ما طلعت في المنزل. تمام. هي يعني جيتش كيوروم يعني طلعت متأخرة من المنزل. تمام. تمام. ولا ولا حسن. إيفت إيفت. تمام تمام. ولا الرابع أنسى والله. بابوردان إنيورلار
رح تكون فابوردان ينزلون من الباخرة، الركاب ينزلون من الباخرة. آفرين سنة. حسن، أستاذ حسن. Evet hocam. Tülay ile Aykut parktan gidiyor. Parka. Yürüyor. Yürüyor. Gidiyor değil. Tabii gidiyor. Tamam. Yürüyorlar. Tamam. هلا اذا في كتابك جيديور بفرق الحل، بس هلا على هذا الحل شو بصير؟ يوريور يمشي يمشون. انا مختار باركا يعني يذهبون الى تمام. اذا في كتابك جيديور فباركا تمام، يعني حلك صح، بس هون هلا الحل باركتا. تمام. بدر ايفيت هوجان او دنيزا جيريور او دنيزا جيريور. تمام، يعني هو يدخل الى البحر، يدخل الى البحر. تمام. محمد سيز اف 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 دي اف دين اف دين ني يا بيورسونز بتكون اف دين. تمام. اف ده نا يا بيورسونز. تمام، يعني انتو شو عم تسووا في المنزل، في هون اخذت في، مو اخر وحده، مو الدان. انتو شو عم تسووا في المنزل اف ده بالنص. تمام. ماريا الثامن بالله انت. ايوه كدين نفرت ايديورم. تمام. اول وحده كدية. لا انسى، هلا النفرت ايديورم تاخذ دان، يعني كدي دان، يعني نحن العرب بنقول بنكرهه إله، فهن بس لا، هن الأتراك بيقولوا بنكره، يعني تاخذ منه، يعني أنا بنفر منه، يعني نفرت إديورم بنفر منه فبكرهه، يعني تمام؟ تاخذ دان. شفتوا نفرت إديورم تستخدموا الدان. تمام. مثلا بنستخدم ساندان نفرت إديورم، يعني بكره الثلاث، أكثر شيء إني بقول ساندان. تمام. أبت. هانيا تاسع بالله. إيفت آدم ماسا دين Çanta koyuyor. Tamam. Masa. Şu cevap. Adam masaya. Yani at tavle. Ya da şanta. Şanta. Ala tavle. Masada. Masada. تمام. ولا أبد. بير دورا دوراكتا دوراكتان أوتوبوس بيكلي يوروز. رح تكون دوراكتا ننتظر. تمام. الأوتوبيس. إيه ننتظر الأوتوبوس. لا. بيز أنتم تنتظرون الأوتوبيس. لا بيكليوروز نحن ننتظر، بيكليوروز نحن ننتظر في الموقف دراكتا، يعني نحن نستنى الاتوبيس في الموقف. في الموقف. أبد.
تمام. حسن إيفيت. حسن أوريت ميني أوريت من دي أوريت من دان سورو سوريور أوريت ميني. تمام آفرين. يعني حسن عم يسأل الأستاذ سؤال، عم يسأله إله، فتوجه يعني إيه بياخذ جواب الأول. تمام. بدر محمد ما فيك تأشر عندك؟ شلون أأشر أنت؟ لا والله ما فيني، ما أني ما بعرف عليها. في قلم؟ إيه عندك في قلم؟ بس اكبس عليه. في قلم؟ شوف شخوطت. ايه تمام، رجعت محيت. تمام تمام، انت أشر. تمام تمام، انا معكم يعني. تمام، تفضل استاذ بدر. ابو ارالار اشي. تمام ده اشتون سكلير سكلير يور سكلير اشتان سكليور. تمام، يعني اشتان جواب هو. تمام، يعني هو مل، يعني مل من العمل. من تمام، من هذه من فترة العمل. تمام تمام. محمد ان نيم اف اف دي اف دين جير يور بتصير اف دي. ان نيم اف اف دي اف اف بتصير جير يور، تدخل الى المنزل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. أستاذ أنا دريد، بس دخلت متأخر وأعتذر شوية على التأخير. إيه ما في مشكلة، بس يلا حل السؤال هذا الـ14. تمام حاضر. لحل الوظيفة. تمام. أونلار أكولا أكولدا أكولدان ديرس تشالشيور. ناخذ أكولدا. تمام. يعني هم يدرسون في المدرسة. تمام. تمام. ماريا. دولابا دولابتا دولابتان كتاب اليورم. تمام. آخر فعل شو هو؟ يعني آخر كلمة في الجملة شو هي؟ اليورم. شو معناتها؟ تمام، شو معناتها؟ أخذ. أخذ. آل. تمام. كتاب اليورم. عم أخذ كتاب. من يعني دولابتان. تمام دولابتان 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 من الخزانة، يعني أنا عم أخذ من الخزانة، صح؟ من الخزانة. تمام تمام. السؤال اللي بعده بدنا نكمل ونوصل. تمام. هانيا حل الأول. عائشة بوفي. تمام. سني عائشة بوفي يعني بوفي. هانية ما عم تدرسي يا هانية. تمام تمام تمام. رح أعاقبك يا شو. تمام، رح أقول لك الحل، أنت كمليها. تمام. غازيتي أليور، يعني هي عم تاخذ جريدة. شو جريدة. بيكون الحل؟ حل الفراغ شو بيكون؟ بوفيه. غاز تي
جازتي اليور اليور. تمام، شو بيكون الحل في الفراغ؟ شو بدنا نحط؟ بوفي بوفي دان، بوفي دان. تمام دان. أنا ما فهمت أساسا السؤال المطلوب دان. إذا أنا نوصل على الجملة يعني نكمل الجملة مناسبة ولا حل الثاني بالله. أفت أفت توريس لير سلطان أحمد راح تكون كا جزيور يتجولون في السياح يتجولون في السلطان أحمد. تمام أفرين سنة. حسن حل الثالث بالله. تمام أحمد باركتا كوشيور. تمام أفرين سنة. أحمد يركض في الحديقة. تمام بدر. çocuklar yaşlı kadın. Tamam. Kadına yardım tamam. ediyor. Tamam. Aferin. Teşekkürler. Mehmet. Evet. Bitir. Yolcular otobüs tamam. Den otobüs den 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 evet. هون لأنه إجا حرف من الفستق الجهاب evet. نقلب ت إلى ت. تمام den in your تمام يعني المسافرين ينزلون من الباص الأتوبيس. تمام الشاب اللي فات الجديد بس والله شو اسمه دريد. تمام دريد تفضل. تمام صار دريد إز جيبان كدان برا تشكيور. أفرين سنة. شكرا ماريا. Evet. Siz nerede gidiyorsunuz? Tamam. Leş nerede? Leş yani. Leş tola etmek nerede? Fi ittica. Yani gidiyor. Yani. Ve huve zahib. Zahib tayyip. Havli yani. Huve. Yani mam. Ner. Anas el kerime nereye? İttica. نرده يعني إلى حتى الاتجاه إيش كانوا مو آ وآ إيه بس إجا قبلهم حرف صوتي أنا استي أنت نرية يعني الآ والآ يعني بيعادلوا مثلا مرادفهم في اللغة العربية إلى تمام فهنا جديور سنوز إحنا ترجمة جديور سنوز ذاهبون تمام إيه فأنتوا ذاهبون إلى هلا نحن إذا بدنا تصير نرده فبده يتغير الفعل مثلا نرده قال يورسونس أين أنتوا وين عم يعني باقون أو عم تضلوا يعني أنتوا وين قاعدين أو كذا أتور يورسونس لتأخذ ده تمام أما هن رايحين أو مثلا تمام تمام تأخذ ده وضحت فكرة تمام إيه بس هلا هون بتأخذ إيه لأن توجه يعني قيد يورسونس نرده إيه إلى أين ذاهبون هيك بتصير تمام 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 وين صرنا هانيا. Evet. Buyurun. Ali okul. Okul de. Tamam, kamil cevap. Okul de. Tamam. Koşuyor. لا هلا الكورشيور حليناها بس الان نسيت اتعلم عليها حليناها احمد باركتا
حليناها في الأول. لا كوشيور انحلت أنسة. تمام. ضل عنا اثنين بس حلين. شو هن؟ دونيور. تمام دونيور. تمام وهدية فيريور. ألي أقول. تمام شو الحل؟ دي. لا أنسى. أقول دان. دونيور. دونيور شو معنى دونيور؟ يعود. تمام؟ دونيور يعود. طيب هو عم يعود من وين؟ من المدرسة. دان. دان يا من. بصير في المدرسة. أين تمام؟ يعني أقول ده في المدرسة. تمام؟ في المدرسة بدرس مثلا هو في المدرسة أو مثلا بلعب في المدرسة أو تمام؟ أما مثلاً راجع، طيب راجع من وين؟ من المدرسة، تمام؟ يعني هي ترجمة هون الترجمة بتلعب دور كبير، يعني بس تكوني فهمان الفعل تعرفي تحلي، تمام؟ تمام ما؟ ولا؟ هون التوريست لار شلطان أحمد توريست لار أحمد سي جيزيور إيه أنسي؟ هون في إيه؟ راح تكون هدية فيريور يعطي هدية إليف حسين يعطي هدية لإليف يعني راح تكون تمام هدية فيريور يعني هو نعم يعني هو أفعال بكرة إن شاء الله بتتعلموا هيك بتصيروا الأفعال تعرفوا شو بتاخد دغري لحالها مثلا فيريور فيريور يعطي إله فبياخد التوجه A و A تمام مثلا جيل جيل بياخد دان نير دان جيل يورسون يعني من وين جاي تمام او نري او لا نري ما بصير تمام نير دان جيل يورسون فافعال لحالها بتاخد ال تمام ما انسى هلا هون خالص ال... ولا هاي كمان دين لما هاي لا دين لما ما في هاي ما بناخذها بالعاده تمام ما بناخذها تمام لكن هلا بدنا ننتقل على درس الاستا نعطي قاعدة الاستا تمام تمام صفحة 47 طلابنا الاعزاء تمام هلا في شيء في اللغة العربية يريد كلمة يريد تمام فنحن في اللغة العربية وقت بدنا نقول عن امر بنريده فنحن بنرجع الفعل الاولاني للمصدر فبيكون في عندنا فعلين في الجمله تمام يعني بان قال قال ميك استيورم يعني ما بقول انا مثلا بان قال يورم استيورم ما بتزبط يعني انا جاي بدي فما بتزبط فانا في اللغه العربيه شو بقول انا اريد المجيء او انا اريد الذهاب فبرجع الفعل قبل الاستا قبل الفعل الاراده بنرجعه للمصدر فبنجيب نحن جذر الفعل بنحط مك او ميك للفعل الاول في الجمله تمام يعني ليك القاعده فيل ارت زائد مك او ميك بعدين بنحط الاستا بعدين بنحط زمن اكي يعني مثلا اليور او الدي او هاي بعدين بتاخذوها اليور هلا حاليا نحن خلينا في اليور فنحن بنقول استيور وبعدين بنحط لاحقت الشخص يعني مثلا استيورم استيورم حطينا الاستا واليور لاحقت الزمن والام تبعت الملكيه تبعتنا تمام في الاورنيك مثلا اورنيك سنين لا كنوش ماك استيورم تمام سنين لا معك كنوش ماك التحدث استيورم انا اريد التحدث معك تمام فنحن بنحب مثل ما اتفقنا بنرجع الفعل الاول للمصدر بعدين بنحط الاستا بعدين بنحط لاحقت الزمن بعدين بنحط لاحقت الشخص تمام مثل ما اخذنا مثل ما تعلمنا البان بياخذ الام السن بياخذ السن الاو بياخذ ما بياخذ شيء البيز تمام يعني مثل ما اخذنا هون هدول ما أخذناهم ما أخذتوا لحق الملكية عفوا لا عفوا
تمام. هلا ان شاء الله من الامثله بنتعلم الملكيه. تمام. يا ريت تعطينا اياها من اول بعدين اعطي الماك واستا يعني بس هاي القاعده يعني انت لا تهتم بالثاني. الميك ماك والاستا بس. تمام تمام تمام. انا انسى والله افتكرت اخذين الشخصيه. تمام ما اخذينها ما في مشكله. ديريا باركا جيت ميك استيور استيميور. تمام. ديريا يعني وحده. باركا الى الحديقه. جيت ميك استيميور لا تريد. جيت ميك رجعنا الفعل الاول حطينا جزر حطينا الميك الذهاب صار الذهاب. جيت ميك استيميور لا تريد. تمام. Biz yarın piknik yapmak istiyoruz. Biz nahnu yarın piknik nuzha yani nahnu bukra nurid fa'l yani bidna nsawi nuzha. Tamam. Yapmak el fi'l istiyoruz nahnu istiyoruz takhur nahnu. Tamam. İstanbul'da nerede oturmak istiyorsunuz yani İstanbul وين بدكم تجلسوا وتقعدوا وتسكنوا يعني هون تاخذ صفه السكن يعني الجلوس او السكن يعني. تمام. هلا الاستا عند وقت اللي بيجي وراها يور. تمام. تحول الاي لاي استا استا استيورم استيورم. شايفين في المثال الاول هلا هي شوفوها في القاعده شلون اي في المثال الاول اي. تمام. بس وقت بتكون في الحالة الإيجابية. في الحالات النفي ما بتضل على حالة. شوفوا المثال اللي تحته استيميور ضلت إيه عفوا. تمام. محمد أني أخذين النفي والإيجابي. تمام. أنت خلاص بس أعطيه. تمام خلاص أنه بس شفنا ماك يعني بس إجا يستمك القبلة إيه أنت بس ماك ميك بس. تمام. أين أنت يعني إحنا بس بدنا نستخدم فعل الاستا الإرادة فبدنا نرجع الفعل الأول في الجملة للماك والميك للمصدر وبنستخدم الاستيور. تمام. في حدا عنده أي سؤال بالنسبة للقاعدة؟ في حدا ما فهم؟ فهمتي؟ لا ما فهمت. تمام. لو في عندنا فعل. تمام. فعل هي الكونوش ما مثلا كونوش يعني تحدث كونوش. تمام. المصدر منه ايش؟ التكلم يعني كونوش ماك التحدث التكلم. تمام. انت دائما الفعل بس تاخذي مثلا باك انظر باك ماك اخذناه باول حصه المصدر منه باك ماك النظر يعني فبس بدك تستخدمي الاستمك استي باك ماك استي يور مثلا هو يريد النظر بمعنى التطلع انه ما يشوف غير البقمك مثلا جيت ماك يستمر جيت يعني يذهب لحاله الماك المصدر جيت ماك الذهاب جيت ماك يستمر يعني يريد الذهاب يعني بده يروح بمعنى يعني أستاذة أنا فهمة إحنا شرحنا كيف في الماك والميك لكن أقصد استيوروم متى يعني إيش وظيفتها يعني هنا تختلف هنا استيوروم وهنا يعني تختلف في كل مثال